السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله اخواني اخواتي في حلقه اليوم من برنامج نحن المستقبل. طبعا كلنا نعرف ان الموهبه هي كنز بداخلنا من خالقنا الكريم بقدرته. نحن لازم ندور على هذا الكنز بداخلنا ونطوره بواسطه امنا وابونا ودعم معلمينا جزاهم الله خير. طبعا لازم نسقل ونطور هذه الموهبه، وان شاء الله تعرفون اكثر على حلقتنا اليوم مع زميلتي مريم عقب الفاصل. شكرا زميلي مايد، مرحبا بكم اخواني واخواتي في رحاب مدرستي الجميله. تعالوا نتعرف على مواهب وانجازات الطلبه اللي فيها. يسعدنا اللقاء بالاستاذه سوسن عبد الفتاح مديره مدرسه الشارقه الدوليه الخاصه للحديث عن المواهب المدرسيه. طبعا المدرسة بتتواصل مع ولي الأمر للانتباه إن ابنه عنده موهبة وإنه هو يساعدنا في إظهار هذه الموهبة عند الطالب وينميها ويتابع معانا في تنمية الموهبة دي عند الطالب. والمدرسة بقدر المستطاع بتحاول إن هي توفر له كل الوسائل أو كل الإمكانيات اللي هو بيحتاجها الطالب في الإطار اللي هو متجه ليه، سواء فني أو علمي أو في الأرت، برضو في الرسم. في عندي طلبة صغيرين في رياض الأطفال عندهم مواهب في تجانس الألوان، إزاي بيلتزم بالخط، إزاي بيرسم الشيء يحطه يقلده بالضبط. فبتلاحظ المعلمة إن الطالب ده عنده موهبة معينة، على طول بتوجهه إلى الأستاذ على أساس يوجهه إلى الجهة اللي هو بينمي فيها الموهبة بتاعته. يعني عندي طلاب في الكيجي في رياض الأطفال في السباحة وفي الجمباز وفي الرسم، في كمان في اداء حفظ القران وفي الشعر. تديله مثلا مقاله صغيره عنده موهبه انه يحفظ بسرعه ويقولها غياب. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا وهو حسير. قراءة القرآن الحفظ، حفظ جزئين، وبروح على المسجد وبحفظ وبراجع مع أمي ومعلمتي. وبالمدرسة الناس بتساعدني وبتراجع لي أحكام التجويد. وأنا من وأنا صغيرة بابا ده يحفظني القرآن الكريم لحد ما الحمد لله السنة اللي فاتت ختمته. ومش بس بمساعدة بابا وإنه بدأ يبنيني من صغري، لا ده بمساعدة المدرسة كمان، وخصوصا مس فاطمة هي كانت دايما متابعاني ومتابعة التجويد، وكانت دايما بتعمل على إنها تتحسن من تلاوتي وتجويدي لحد ما وصلت لمرحلة كويسة وإن شاء الله أتطور أكتر. يعني يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. المدرسة عندنا بتتبنى عدة مشاريع لتنمية المواهب داخل المدرسة، ومن ضمنها مشروع نور الإسلام. ومشروع نور الإسلام بيتبنى عدة برامج اللي يساعد الطلاب على أنهم يتطوروا في موهبتهم في القرآن الكريم وفي حفظ الأحاديث النبوية الشريفة. فمثلا بنعقد مسابقات داخلية بيتم فيها استقطاب الطلاب المتميزين، وإن احنا نبحث عنهم داخل المدرسة في كل عام الجدد وبالأعوام الماضية، وبنأخذ منهم المتميز وبنقدمه بالمسابقات الخارجية. وبحمد فضل الله في السنوات الماضية الحمد لله رب العالمين فاز من المدرسة العديد
من الطلاب والطالبات على مستوى الدولة في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف. قرأت 50 كتابا وتعرفت منهم وجعلني أطل من نافذة من المعرفة التي زادت من ذكائي وطورت من قراءتي. قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله: يجب على الشباب أن يدرسوا التاريخ ويراجعوه حتى يعلموا ماذا مر بهذا الوطن وكيف عاصرته الأجيال، لأنني أؤمن بأن من لا يعرف ماضيه فهو حتما لا يعرف حاضره. أحب القراءة لأنها كنز من كنوز الحياة، وأحرص دائما على قراءة كل ما هو جديد ومفيد لتحصيل العلم والنجاح دائما. والقراءة هي حياة أخرى تمنح الإنسان روح الثقافة، وأيضا القراءة بالنسبة لي حياة أخرى مثل ما قلت، وهي توسع للإنسان آفاق المعرفة والثقافة. دخلنا إلى القاعة التالية وكانت تسمى قاعة نمط الحياة. قال المرشد: هذا القسم يحتوي على معروضات عن أنماط الحياة المختلفة وعن القيم التي يتوارثها شعبنا من جيل إلى جيل. فسألت أختي: إحنا لدينا بفضل الله فئة كبيرة من الموهوبين والمتميزين في الشعر العربي والقراءة والسرد، ويصنف الطالب حسب الموهبة. بالنسبة لموهبة الإلقاء في الشعر العربي، يوجد لدينا مسابقات داخلية في المدرسة ومسابقات خارجية. بالنسبة للمسابقات الداخلية مثل للإمارات قصائدي بمشروع كبير يسمى مشروع اللغة العربية، منها هذا البند، وكذلك مسابقات في كتابة القصة ومسابقات أخرى. لكن بالنسبة للشعر العربي يوجد باستمرار مسابقات داخلية، ومنها يرقى الطالب إلى مسابقة خارجية. من يوم كنت صغير يعني مرحلة ابتدائية، يعني الأساتذة كانوا يشوفون فيني موهبة، وأن دائما كل ما ألقي صوتي يكون مناسب، والجمهور دائما يشجعني ويقول لي أن يعني ألقائي يكون حلو، فهالشيء هو اللي خلاني استمر. وقد شع ماضيه بنور وحاضره، وحبه للابداع خير مساند، واكرم بسلطان قليل نظائره، بمثلك يا سلطان غنت نفوسنا. انا من انا وصغيره علاماتي دائما اعلى علامات بالرياضيات، يعني دائما كنت اقفل العلامه الكامله بالرياضيات. فمعلماتي اهلي شافوا انه انا عندي قابليه لحتى اتطور بالرياضيات كثير، فصار في دوره في مدرستنا، فالمستات شجعوني معلمات واهلي انه اشارك في هاي الدوره. شاركت في الدوره ولاحظوا في عندي تطور وقابليه كبيره انه اطلع اشارك في مسابقات، فشاركت في كم مسابقه وفزت على مستوى امارات واحتليت مراكز اولى. لما مس فاطمة عرفتنا بدود الارت بدات اعملها كثير، وانا كثير حبيت الطريقه تبعت دود الارت والطريقه اللي بنعمل فيها دود الارت وكذا. تهتم مدرسة الشرق الدولية بقيادة مديرة المدرسة الأستاذة سوسن عبد الفتاح بالأنشطة عموما في المدرسة، سواء رياضية أو فنية أو علمية. إحنا بناخد الطلبة، بناخدهم بالترتيب مرة واحدة واحدة، يعني أول حاجة بنكتشف الموهبة سواء في الرياضة أو في العلوم أو في الفن، يعني بنكتشف الموهبة الأول، وبعدين عن طريق مسابقات بنعمل مسابقة، بنختار مسابقة مثلا عن أفضل الأصوات، مسابقة عن أفضل الرسامين. من خلال المسابقة بنقدر نكتشف موهبة الطالب، بنصنف الموهبة. يعني مثلا عندنا في الرياضة ممكن يكون واحد كويس في القدم، واحد كويس في الكاراتيه والتايكوندو وهكذا. وفعلا احنا حققنا بطولات كتيرة الطلبة عندنا، حققنا بطولات زي التايكوندو مثلا، عندنا طالب خد الأول على العالم في بطولة لاتفيا، عندنا طالب خد الأول على الدولة في الشطرنج، خدنا الثاني على منطقة الشرق التعليمية في مسابقة كرة القدم، وشاركنا في مسابقات كتير.
هذه كانت مواهبنا لحلقة اليوم. تعالوا ننتقل للزميل مايد بفقرة اربح معنا. شكرا لزميلتي مريم على تخطيطك للحدث اليوم، وشكر موصول لكم اخواني اخواتي على متابعتكم لحلقتنا من برنامج نحن المستقبل. طبعا الحين حان موعد مسابقتنا، جائزتها 500 درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام من تلفزيون الشارقة. سؤال حلقتنا اليوم يقول: تتعدد الجوائز والمسابقات اللي تقيمها إمارتنا الحبيبة الشارقة، وأشهر جائزة هي جائزة الشارقة للإبداع العربي، يا ترى ما هي أهم مجالاتها؟ وبهذا السؤال نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة اليوم من برنامجنا نحن المستقبل. نلقاكم على خير في حلقتنا القادمة إن شاء الله، ومع السلامة.